بلغني أنه عند عودة إخواننا من مؤتة قابلهم الصغار في المدينة المنورة بصيحات الاستنكار، عيروهم بقولهم لهم يا فرار يا فرار. وأنا سمعت بذلك أيضا، وقد كفاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صيحات المعايرة تلك وقال بل الكرار بإذن الله. نعم نعم، ودعنا نتأمل في تلك المقالتين، مقالة الرافضين للانسحاب الذي قاده خالد بن الوليد، ومقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفهم أن صيحات الاستنكار القائلة للعائدين يا فرار إنما تنبئ عن فيض حماس وأخذ أمر الله بقوة، حيث أمر بألا نولي الكافرين الأدبار إلا منحازين لفئة أو متحرفين لقتال، وهذا ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك نفى تلك التهمة عنهم وأنبأ أن كرة ستكون لهم بإذن الله. نعم نعم، وهذا ما فهمته. فعجب يا صاحبي كيف خلق الإسلام القوة في نفوس معتنقيه الذين يرون الموت في سبيل الله غاية ما بعدها غاية. كانت دعوة الحق في حاجة لكسر حاجز الرهبة مرة واحدة، وقد حدث هذا يوم بدر، ومن ثم انمحت رهبة الناس من صدور المؤمنين إلى الأبد، ونمت رهبة الله حيث لا رهبة إلا له ومنه عز وجل. ليت العرب وهم الأمة التي خصها الله بآخر كتبه ورسالاته تفقه جوهر الحقيقة وتدرك مغزى هذه الغزوة، فقد ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنين عشرا وقبل هذه الموادعة منه، ومن ثم هب لتبليغ الرسالة إلى أمم الأرض غير آخذ في الاعتبار موازين القوة البشرية. وهو لم يفعل ذلك تعديا، بل ذهب لإرساء مبدأ وهو عدم التعرض للدعاة بالقتل، وقد أرسل هذه الغزوة ردا على قتل الحارث بن أبي شمر الغساني للرسول الذي أرسل إليه بكتاب الدعوة. ولو فعل كما فعل بقية المرسل إليهم لما قاتل، بل لظلت الدعوة بالكلمة الطيبة. اللهم نعم، لكن قوى الشر تأبى إلا الإفصاح عن ذواتها، ومن ثم لا تركن إلى السلام بل تدفع المسالمين إلى قتالهم دفعا. صدقت، فها هي قريش التي وقعت عهدها مع النبي على الموادعة لسنوات عشر انتهزت فرصة ما حدث في مؤتة وخرقت عهدها مع النبي. ماذا؟ وكيف حدث هذا؟ تعرف الدنيا كلها أن خزاعة هم أحلاف النبي وهم في ذمته وعهده. هذا معروف للداني والقاصي، وهو لقريش أعرف، ومع ذلك قامت قريش بقتل رجل من خزاعة. إن قتل الحليف نقض ظاهر للهدنة وعمل من الأعمال الدالة على نبذ العهد. نعم، وقد استجارت خزاعة بحليفها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما أجابهم الرسول الكريم؟ خرج على رأس أصحابه لمواجهة قريش وخرقها للعهود والعقود. يا صاحبي، إن الذي يمهد الساحة لآخر رسالاته إلى الأرض تدفع مشيئته الناس دفعا لتحقيق هذه الغاية التي تحمل في ثناياها الرحمة للناس، وهي مشيئة إن دلت فإنما تدل على عزة فاعلها وقدرته وهيمنته على كافة الخلائق، بحيث لا تبدو وكأنها اهتبال فرصة لالتهام الضعيف
بل جعلها في هيئة تحد كبير، بحيث يعمد أهل الحق إلى أعتى القوى لتكون المواجهة بين أهل الحق وأهل القوة. والعزة للحق، إذ الحق اسم من أسمائه. نعم، ومن ثم كانت المواجهة أول ما كانت بين الإسلام والقوى الخارجية إنما كانت بين المسلمين والروم. ولا يقولن أحد إن هذا قد تم دون فه، فمنذ ما يزيد على 15 سنة كشف القرآن لنبي آخر الزمان موازين القوى المعاصرة، فأعلمه أن الفرس غلبت الروم، وأن الروم ستعود وتغلب الفرس بعد بضع سنين. فمحمد يعرف تمام المعرفة أنه إنما يواجه القوة الأعظم والمهيمنة على مصير الأرض كلها. نعم، وإن كانت أول مواجهة حسمت لصالح الروم، وما يدريك أنها ما انتهت على هذه الصورة إلا ليظل ثأرها متأججا في الصدور ودافعا لخوض معارك تالية لا تتوقف حتى تشفى صدور المؤمنين. صرت شديد الفهم عنك، فيا طالما تخبطت فيما أظن وكنت أنت على حق فيما ترى، ولكن أين نحن في هذه الملحمة التي بدأت؟ كان من الممكن أن تتحد القوتان الفرس والروم رغم ما بينهما من عداء. فنحن ما زلنا نذكر في عصرنا المنظور كيف اتحدا وتوادعا ونبذا الحرب في أول عهد أبرويز هنا وموريس هناك، والآن هما معا في مواجهة قوة صاعدة تسعى لتغيير العالم الذي يمثله الروم والفرس، وكان هذا أدعى لأن توحدهما الضرورة ليكون في مواجهة الخطر معا. نعم، ولكن شاء المهيمن أن يلي أمر الفرس الآن أشد الأكاسرة حماقة وطيشا، وأعني به شراويه. ومع ذلك فإني أكاد أرى أن الحق لشدة اعتزازه بمختاريه الذين اصطفاهم سيجعل لهم العزة الظاهرة، فينقضون على رموز الفساد معا وفي وقت واحد دون رهبة أو تردد. إن حدث هذا فقد يفرض اتحاد القوتين ضد الإسلام فرضا لا مناص منه. ربما تظل قوى الفساد متفرقة لاختلاف مراد كل منهما من فساده. بت الآن أحصي على هذه النيران أنفاسها، وأكاد أرى لهبها الواهي وهو يتراقص آخر رقصات انطفائه قبل أن يخبو كمعبود إلى الأبد. الذي تخوفت منه قد وقع يا ريحانة. ماذا وجدت؟ بعد كل هذه الأيام التي قضيناها في الاستقصاء عثرت على من أبلغني بأن القيصر هرقل أرسل فأخذ امرأته وكافة خدمها من هنا. ويحي، إلى أين؟ إلى سوريا حيث يقيم. وما العمل؟ لست أدري، فلنرحل خلفها. ليس هذا بالأمر الهين بالنسبة لي ولك، فقد نفد كل ما كان معنا من دراهم معدودة
ننفق منها منذ خروجنا من مكة. هذه عقبة أخرى، فمن أين لي ولك بالطعام وأجر المبيت؟ كدت أشير عليك بأن نتوجه إلى المدينة فندخل في الإسلام ونقيم مسلمين أمرنا لله حتى يقضي أمرا كان مفعولا، ولكني رأيت شدة لهفتك على أمك فكتمت رغبتي عنك. وهل حسبت مبادرتي بالقدوم إلى هنا إلا لأخذها والعودة بها إلى المدينة؟ لقد أردت أن أعوضها بأعظم خير قبل أن تموت. بل حم القضاء علي وعليك، وقد كان بمقدورنا أن نفعل كما فعل بلال بن رباح وكما فعلت زنيرة والنهدية ولبينة، ولكن تقاعسنا فعل بنا ما ترين، وما أحسبنا سننال صحبة النبي كالذين نالوها بسبب خشيتنا الناس. إنك تنكأ جراح قلبي بشدة لم أعرفها عنك من قبل. معذرة يا أمة الله، فوالله لقد كنت في عماية كالتي كنت فيها، ولو كنا أردنا الخير لأنفسنا للحقنا به، فهو من قال مولى القوم منهم. أعرف وأعرف أنه سن ألا يفرق بين الأمة ووالدتها، ونهى أن يباع المولى في مرضه أو شيخوخته، بل تكون له الرعاية في كنف مولاه. أعرف أن الذي أنصف الأنثى وحرم وأدها قد سن حق الحياة الكريمة لكل إنسان حتى وإن كان في الرق، وأدرك أن معاناة ما نحن فيه الآن بسبب تقاعسنا عنه أول أمرنا، ولكن ليست هذه ساعة الندم، فدعنا نرحل خلف أمي، وأعدك بأن نحملها ونرجع متى أتيح لنا هذا. لست أدري كيف سنرحل في أثرها، ونحن كما ترين لا مال معنا ولا شباب نستعين به، ولكن ما من ذلك بد. هيا. منذ متى وأنت تنصحين مولاتك بالرضوخ لمشيئة قيصر يا ماريا؟ معذرة يا مولاتي، فحجة مولاي القيصر هرقل ظاهرة الوضوح، ومن واجبنا أن نعينه الآن لا أن نشوش عليه فكرة، فالخطر الآن جسيم، والتراخي أمامه سيكلفنا كل شيء. هكذا؟ نعم، فأنت يا مولاتي على ما يبدو لا تدركين حجم الخطر الذي يمثله أهل هذا الدين الجديد علينا جميعا. حسبك يا ماريا، سأسكت إن كان سماع رأيي سيغضبك إلى هذا الحد. لقد نفد صبري ولن أقيم بسورية أكثر مما فعلت، وسأذهب إلى القسطنطينية وحدي إن اضطررت لذلك. ماذا؟ نعم، سأعود ولو وحدي، وسأعمل جاهدة على تنصيب ولدي وليا للعهد. إن مولاي هرقل ليس بمقدوره أن يعود الآن أبدا يا مولاتي. صرت حتى تعرفين الذي بمقدور قيصر والذي ليس بمقدوره. معذرة يا مولاتي، فمولاي هرقل لن يغامر أبدا بأن يفقد كل ما حققه بجهده أمام هؤلاء العرب. هو حر فيما يفعل، أما أنا فسأعود إلى القسطنطينية وأنا أعرف أنه لن يطيق ذلك، وسأراه يهرول في إثري لاحقا بي. لا أحسبه سيفعل هذه المرة. بل سيفعل وسترين، فهيا أعدي لوازم سفرنا. أنا رهن مشيئتك يا مولاتي، وسأعد لك كل حاجياتك. وأنت؟ معذرة يا مولاتي، إن زوجي قد لامني كثيرا لبقائي معك دونه،
وهو لن يجرؤ أبدا على الذهاب إلى القسطنطينية بينما مولانا القيصر هرقل يقيم هنا، وأنا مضطرة للبقاء مع زوجي. ماذا؟ فهمت. ألهذا تقولين إنه لن يهرول في إثري هذه المرة؟ وكأنك تنوين الوسوسة في أذنيه أنت وزوجك حتى لا يأبه بي. إنما أريد يا مولاتي. كفى يا ماريا، وإلا فضحت أقوالك دخيلة نفسك فأصدرت الأمر بقتلك. ماذا؟ يا طالما موهت علي ونصحت لما فيه نفعك أنت وقومك دون النظر إلى أي شيء آخر. ويا لغفلتي، فقد كانت تنطلي علي حيلك. هل بلغ غضبك مني إلى هذا الحد يا مولاتي؟ لولا أني أعرف النبوءة القائلة بأن موتي سيكون بعد موتك بخمسة أيام، ولولا ما رأيت من وقوع الأحداث السابقة وفق تلك النبوءة لأمرت بقتلك الساعة. إني أوشك أن أرى الدموع في عينيك يا مولاتي. لا شيء يقطع في مشاعر المرء قدر إدراكك بأنك رفعت من هم دونك وأحببت من كان يغشك طول عمره. الآن فقط اكتشفت ذلك يا مولاتي؟ نعم، للأسف نعم، الآن فقط. على أي حال أنت أسعد حظا من أمك، فهي لم تكتشف شيئا إلا يوم موتها بالذات. ماذا؟ اهدئي يا مولاتي، وسأقص عليك كل شيء. قلت لها دون مواربة إن أرادت الرحيل فلترحل هي. فلترحل هي؟ ماذا؟ ويحك يا ماريا. لقد ظلمتك كثيرا يا أرطبون يا زوجي العزيز، وأنا لي ألا أرى لغيرك علي حقا، لهذا فأنا باقية معك. ومنذ متى كان للوصيفة حياة بعيدا عن الملكة؟ أنا لم أكن أبدا وصيفتها، فأنا أختها في الرضاعة، أما وصيفتها فهي سعاد التي ربتها كما ربت أمها من قبل. ويحك يا ماريا، أين عقلك؟ إنك تعرضين نفسك للقتل. لا تخف علي، فمارتينا شديدة الاعتقاد في نبوءة صاغتها امرأة ذكية، نبوءة محكمة التأليف. فما تقول هذه النبوءة؟ دعك مما تقوله النبوءة، ولكن ثق في أن جزءا منها قد تحقق بالفعل. ولكي يطمئن قلبك سأقول لك بأن الجزء الذي يخصني أنا ومارتينا منها يقول: أكون في بلاط هي فيه، ونحيا في صعود معا، وتموت هي بعد موتي بخمسة أيام، خمسة أيام لا أكثر. هكذا؟ نعم هكذا، ومن ثم فهي لن تعمل أبدا على أن تحط من قدري حتى لا يحط الحظ من قدرها، بل ستظل شديدة الحرص على حياتي، لأن موتي معناه قرب موتها. خمسة أيام، خمسة أيام لا أكثر. لقد آن الأوان أن أعوضك عن الأيام التي كنت أتركك فيها وحيدا بسبب هذه الجاحدة.
ويحك يا سعاد، ولماذا لم تحاولي إبلاغي بهذا كله أو حتى مجرد التلميح به؟ وهل كنت تسمحين لأحد أن ينطق باسمها دون تقديس أو احترام؟ وما العمل؟ ما العمل مع هذه الشيطانة؟ إن أردت النصيحة الغاية في الصدق فاسمعيها مني، أبعديها عن القصر اليوم وقبل الغد يا مولاتي. ماذا؟ ويحك يا سعاد ويحك، إن ما يقع لها يقع لي، فهل أذهب حظي بنفسي؟ هل أنهي حياتي بيدي؟ لا لا، أو على الأقل ليس قبل أن أوطئ عرش بيزنطة لابني الحبيب هرقليانوس. وماذا أنت فاعلة الآن يا مولاتي؟ سأذهب إلى بيزنطة صباح الغد وسأرى هل سيتبعني القيصر أم لا. صدقيني إنه لن يتبعك هذه المرة يا مولاتي. لا، بل سيفعل، فأنا من أوقع به وليس هي، حتى وإن كانت هي صاحبة هذا التخطيط كله، ولكني أعلم جيدا مدى سلطاني عند القيصر ومدى حبه لي، فتأهبي فسنرحل صباح الغد. صحيح أنني بعت كل ما تبقى لي هنا، وصحيح أنني فعلت هذا لأرحل إلى الشام، ولكن ما أبقاني هنا إلى الآن ما علمته من أن قريشا قد قتلت رجلا من خزاعة أصحاب محمد. يومها قلت لنفسي سقطت الهدنة التي عقدتها قريش معه، والمعارك وشيكة الوقوع بينها وبينه. وقد حدث يا مولاي. نعم حدث يا مولاي، فلم يلبث محمد غير قليل بعد خرق قريش للهدنة، ثم سعى نحو مكة بعشرة آلاف مقاتل. نعم عشرة آلاف، ولم تلبس قريش كثيرا ولا قليلا فاستسلمت لمحمد، وفتحت مكة أبوابها له ودخلها آمنا مطمئنا. ودخلت قريش كلها في الإسلام يا مولاي، حتى أبو سفيان وسهيل بن عمرو، وحتى عكرمة بن أبي جهل نفسه. كافة قريش أعداء الأمس الألداء أصبحوا اليوم أصحابا لمحمد وأتباعا لدينه، حتى هند بنت عتبة نسيت مقتل أبيها وعمها وأخيها. ونسي المسلمون كذلك يا مولاي أنها لاكت كبد حمزة سيد الشهداء، والنبي قال لهم كما قال لسابقيهم الإسلام يجب ما قد كان قبله، فهلم يا مولاي أنت أيضا ولن تلقى إلا القبول والترحاب. أنا؟ محال محال، فيجب علي الإسراع والرحيل إلى الشام، فجزيرة العرب غدت مسلمة ولا مكان لي فيها. نعم لا مكان لي فيها، بعد أن خضعت رقاب الجميع لهذا الفتى من قريش. لا لا يا مولاي، بل أذعنت لله. أنا أعرف هواكما، فغيبا هواكما عني وتجهزا فسنرحل إلى الشام. هيا.
يا ريحانة، لا تتعثري هكذا بقدامي. ريحانة، هيا يا ريحانة. نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين نصرا مؤزرا، والحمد لله الحمد لله. كانت الحشود من الجانبين أكبر حشود حشدتها العرب في معارك لها، وقد زلزل المشركون المسلمين في أول المعركة حتى ركنوا للفرار، لولا ثبات النبي وصيحته في أصحابه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. طفرت والله الدموع من عيني حين حدثت بأنه صلى الله عليه وسلم قبض قبضة من تراب واستقبل بها جيش حنين، ثم رمى بها في وجوههم وهو يقول: شاهت الوجوه ولا يرغم الله إلا هذه المعاطس. فلما فعل صلى الله عليه وسلم لم يبق واحد من جيش المشركين إلا وقد أصابه غبار من تراب تلك الحفنة في عينيه. والحمد لله، الآن سادت كلمة الإسلام وانتظمت معظم أرجاء الجزيرة، وها هي وفود القبائل العربية باتت تتوافد على المدينة المنورة مسالمة مذعنة راغبة في الدخول في دين الله. وحقت كلمة ربك عدلا وصدقا، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. اللهم نعم، اللهم نعم. ومن أنبائك بهذه الأخبار أيها القائد؟ أكثر من واحد يا مولاي، فقد تواترت الأخبار عن ذلك. محال محال، هذه خدعة. بل هي حقيقة يا مولاي. كيف هي حقيقة ومحمد بالذات حينما يهم بالغزو يبالغ في تكتم أمره فلا يطلع أحدا على وجهته أو مقصده؟ نعم، هذا معلوم ومعروف عنه، لكنه هذه المرة وهذه المرة بالذات أعلن بوضوح وجلاء عن وجهته، وأعلم أصحابه بأنه يعد العدة لغزو الروم. أرى أن التوقيت غير مناسب بالمرة، فثمار النخيل لم تنضج بعد، وحرارة الجو في أوج شدتها، وهذه أيام عسرة بالنسبة للعرب بالذات. ومع ذلك فقد تأهب في هذه الأيام وأعلن عن وجهته وهو يزحف إلينا رغم العسرة ورغم حرارة الجو بنفسه هذه المرة؟ نعم، بنفسه هذه المرة، فقد جاء ليقود المعركة ردا على ما كان يوم موته. أما إعلانه عن وجهته وإفصاحه عن قصده بجلاء، فلأنه أراد أولا أن يوقظ همم قومه وأن يحثهم على الجهاد، ثانيا يبدو أنني لن أستطيع الإفصاح عنها علانية. ولما يا مولاي؟ فما من أحد منا إلا المؤتمن على كل ما تنطق به.
فماذا رأيت من أمر الملك غسان حينما أبلغ بزحف محمد على رأس جيشه إلينا؟ في الحقيقة يا مولاي، لقد أضاف القائد أنه رأى منه خوفا وهلعا لم يره على أحد من قبل مهما بلغت الملمات. لا أعجب من ملك غسان حين أظهر الخوف والهلع. فبحثي عن كافة أخبار محمد عرفتني أنه كان قد حدث أصحابه من قبل قائلا: نصرت بالرعب يسبق مسيرتي شهرا. وقد صدق محمد، فهو ملك غسان يرتجف رعبا من قبل أن يصل إليه محمد بشهر كامل. وأنا وحق الرب، بل وأنت أيضا يا مولاي القيصر، وحتما هذه هي ثانيا التي لم تفصح عنها أمامنا منذ قليل. أعلم أنه قد صدق، فأنا أيضا أصابني الهلع منذ علمت بمسيره إلينا، وهو ما أفصح عن وجهته إلا ليجعل قلوبنا ترجف في صدورنا خوفا قبل أن نلقاه. وماذا سنفعل يا مولاي القيصر أمام هذه النازلة التي توشك أن تنزل بنا في عقر دارنا؟ اذهب إلى مالك غسان، قل له إن قيصر سيحشد الحشود ويذهب إلى تبوك. في تبوك يا مولاي؟ أجل، قل له أيضا أن يحشد كل ما يقدر عليه ويلحق بنا هناك في تبوك. هل أبلغت القيصر أن المسلمين خرجوا هذه المرة تحت قيادة محمد ذاته؟ إن للقيصر عيونه الراصدة بما يفوق عيوننا نحن، وقد علم حتى قبل أن أبلغه. فهمت ذلك جيدا من محاورتي له، ومع ذلك فقد أبلغته أن المسلمين هذه المرة قد قصدونا وهم تحت راية محمد وقيادته. فماذا لاحظت علي؟ أنت الملك، ومن حقك علي ألا أبلغك إلا الصدق، وهو من واجبي أيضا. لذلك أقول لك يا مولاي إن هرقل قد بدا منزعجا غاية الانزعاج من تلك الأنباء. وهل أنت واثق من أنه سيخرج على رأس الجند بنفسه هذه المرة؟ هذا ما قاله يا مولاي، وقد اختار تبوك مكانا تتجمع فيه الجيوش. فماذا ترون؟ فيما يا مولاي؟ هل نخرج إلى تبوك نحن أيضا؟ أم نكل الأمر إلى قيصر هذه المرة؟ ما أحسب القيصر هرقل سيذهب إلى تبوك ما لم نذهب نحن، بل ونسبقه إلى هناك. نسبقه إلى هناك؟ كم يلزم محمدا ليكون في تبوك؟ أنت تعلم يا مولاي إنه ربما يلزمه شهر، يقل قليلا أو يزيد قليلا، فالزحف بجيش غير زحف المخف. إن القيصر خائر القوة هالع القلب. ولما تقول ذلك يا أرطبون؟ يا ماريا، لو سمعته وهو يتحدث عن مارتينا ويتعلل بسفرها ويقول: كيف رضي قلبها أن تتركني هنا وحدي وتعود إلى القسطنطينية؟ أما علمت أنني لا أطيق فراقها؟ أما علمت أنني قد أفعل ما يفعله المحب الطائش فأهرول خلفها تاركني الساحة هنا غير مبال بما سيحدث فيها؟ ماذا؟
هل قال القيصر هرقل ذلك؟ وردده كثيرا، كأنه يريد أن يزرع في عقلي أنه إن فر من مواجهة محمد أنه إنما سيفعل هذا لعدم قدرته على هجر مارتينا له. ولكني أعرف جيدا أن كلامه هذا عن مارتينا وعن فراقها له إنما هو ستار يتخفى خلفه. أرجوك يا أرطبون، بل أتوسل إليك أن تحذر هرقل من مغبة فراره من وجه محمد، لأنه إن فعل يكون قد جلل نفسه، بل جلل بيزنطة كلها بعار الأبد. أرجوك يا أرطبون اجعله ينحي هذه الفكرة. وقف معه وقفة الرجال للدفاع عن شرف بيزنطة. أم أصابك الهلع أنت أيضا وصرت لا يعنيك شرفك العسكري في شيء؟ أرطبون، إني أحذرك، إذا جبنت الآن محوت بجبنك كل عاطفة حب من قلبي. وأنت من كنت أفخر ببسالته وشجاعته وأتيه بها تيها حتى على مارتينا نفسها. أرطبون، أرجوك يا أرطبون. أرأيت سرعة انتشار النار في الهشيم؟ أو رأيت السرعة التي يهب بها الإعصار؟ أو تدرك كم مقدار السرعة التي ينقض بها الشهاب المحترق في السماء؟ فأي شيء تراه أنت يفوق هذه الأشياء التي تمثلت بها سرعة ومضاء؟ إنه خبر خروج محمد رسول الله ونبيه الخاتم من المدينة المنورة على رأس جيشه قاصدا الروم، حيث يقيم القيصر هرقل. ماذا؟ إن هذا الخبر صار حديث فارس، إن عرب الحيرة قد لهجوا به في فخر إذ سمعوه، وقال قائلهم: ها هو فتانا يسعى إلى قاهر الفرس ليؤدبه. وحيث أنه ما من فارسي إلا وفي حلقه غصة بسبب إذلال هرقل لهم في معاركه الأخيرة، فقد تناقلوا الخبر بالسرعة التي شبهت بها. نعم، وهذا هو الأمر المعتاد والمنطقي في مثل هذه الظروف. ولكن من أدرى ناقل الخبر أن محمدا إنما يسعى للروم، والمعارك تقتضي التكتم والسرية؟ وإحكام المفاجأة من الأمور التي برع فيها المسلمون غاية البراعة من قبل، لكنهم هذه المرة وخروجا على المعتاد أذاعوا وأفصحوا عن غرض الغزوة وأسمعوا به الدنيا قاطبة. عجبا، أيكون أحد المنافقين قد خانهم وكشف سرهم؟ أبدا، بل الإفصاح جاء من النبي نفسه. إذن فوراء إذاعة الخبر على هذا الوجه عشرات المرادات المقصود إبلاغ الناس بها كافة. هذا أمر لا شك فيه، وسينجلي خبره عما قليل.